يقول السائل: معلوم أن من أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج عليه عمرة في أشهر الحج، فهل له أن ينوي هذه العمرة لأحد أقاربه المتوفين وينوي الحج لنفسه، علما بأنه قد أدى عمرة الإسلام عن نفسه؟ لا بأس بذلك، أنه يتمتع ويكون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، هو أو غيره، ما في بأس. نعم.